تزوج بحر شط مريم اللي كان عز بحر. ها مانيش باش نحكيو احنا على المشروع نتاع الحجر اللي تحط تو مشروع الحجر ولا ايه؟ لا هذا كان في مصر هذا كان مغير نحكيو عليه خلاو عشان البحر اوكي يا سيد خلاو مري الموضوع هذا تنشيون هاي راخي نحكيو فيه فهمت اما توا خلينا نحكيو الموضوع تاع وصل كولور بتاع البحر شوف كولور البحر شوف كولور البحر شوف كولور البحر وصل ها وصل شوف البحر الداخل وصل البحر الداخل طول البحر الداخل هذا البحر الداخل كيفاش طول هذا البحر الداخل كيفاش وصل برا لهنا طول برا ريت العباد كيفاش تعوم ريتو العباد كيفاش تعوم ولا اه العباد كيفاش تعوم العباد تعوم في الوسخ شو الوسخ شوف الوسخ شوف شوف هاي شط مريم هاي شط مريم ولا ها وين شط مريم ها وين ريزيدونس فل ها وين هاون ريزيدنس فل بريتو ولا اه اوز شو معلم اه منين جاي الريح ريت الريح منين جاي ولا اه الريح منين جاي جاي من سيرة ريزيدنس تاع المرداسي اللي هي فيها مشكل كبير عندنا قداش من عام اللي جيو فهمتني ونمشيو في الاخر ما نلقاوش حتى حل الاخر ما نلقاوش حتى حل عندك المرداسي من هنا وعندك فلة من هنا نداء السيد الوالي جاء رب انت درت سوسة درت سوسة كمل ليش اشوف شط مريم راه بحر شط مريم معروف العباد الكل جيت عون فيه يا سيد الوالي ايجا شوف شط مريم ايجا شوف الحالة اللي رانا قاعدين نعومو في الوسخ رانا قاعدين نعومو في الوسخ رانا مش نشوفوا كل الكارثة اللي ريناها في القصيبة ولا الشابة الحوت مش يخرج ميت يا ويلي شط مريم يا ويلي سوس وحتى ما تمد انت شط مريم ماذا به يجي زادا حتى هو ظل فيه ريقة فت بنت فهمتني ولا لازم يجي يعمل في طلة لازم يجي يعمل طلة ها روزر ها حاجة أخرى زاد حاجة أخرى الحجر هذا يطول الحجر هذا خارج من البحر توا عندنا جمعتين واحنا جمعتين واحنا نديو التراكسوات فهمت ولا والتراكتورات حتى الغربان اللي مش يجي صفي جاي نهار عمل المشية مشي ها عذرك الحال ها فرش الفلاك عاد بغينا نحكيو عاد فرش هذا نستناو فيكم وبركاته.